فاجتمعوا على الغداء، وكانت هذه الإهانة اللي وجهها جونسون لوزراء الخارجية العرب. فتدري الأمريكان يحبون الكلاب، وما كلاب الرئيس الأمريكي لازم عنده كلب، فعنده كلب جونسون قاعد يطبطب عليه يم الطاولة. فراح يقص همبرجر أو قطعة ستيك من هذا صحنة، وحمد الله خارجية العرب قاعدين حوالي 12-13، وعطاه الكلب. شو اسمه جاي يقول له أنت أحسن واحد قاعد على الطاولة معي. الوحيد اللي شعر بالإهانة وفز وغادر صباح العمل، البادي بلعوها وسكتوا وقعدوا. هذه الرواية وين مصدرها؟ وين موجودة؟ هذه بال67 بعد النكسة مباشرة. راحوا عشان مصدر الرواية وين؟ مصدر الشخص اللي قلت عنه، محمد حسن، اللي كان مرافق دائم للشيخ صباح.